رئيس المركز بإذن الله حبوا يذللوه أنهم يعملوا له كوضع أنا يركع، باعتباره هو فهمتني الله رئيس المركز ويحمل فهمتني الله معناها القيادة ويحمل شعار تونس ويحمل زيها، فرفض. فكان منهم من وقت اللي رأوا معناها أنه استعصى عليهم أطلقوا عليه هوابل من الرصاص على ساقه. ولدي فهمتني اللي معناها ما خذاش حقه، دافع الوطن. حتى تتصوري أربع سيارات ربع تدفع فهمتني اللي معناها أسلحة ضد الطيارات جايين في نزهة، ما جايين مش عملوا في عمليات. ذاك فهمتني اللي استقبلني فهمتني اللي في وزارة العدل قال لي إيش دخل. واحد آخر يقول في المكلف العام قالت لي كلوف الطبيب نتاعو مش يمشي في سيمينار في ملتقى طبي، قال لي خلي يخرج نهارين فهمتني الله يتنفس شوي فهمتني الله من السبيطار. ما خلونيش نخرج وقالوا لي تعدى الفاكتيراسيون، تعدى خلص معلو. وباك الفترة ذيك ساوموا بيه معناها هذاك رئيس الوزراء البغدادي المحمودي فهمتني، البغدادي المحمودي اللي هو وقت موقوف لهنا. أنا مختار العثماني ولد الأمني رئيس مركز بنقردان آنذاك في ليلة 31 جان في 2011 معناها، وأثناء قيامهم الدورية بالعمل متاعهم معناها طردوهم أربع سيارات رباعي الدفع مدججة بأسلحة ثقيلة منها ما هو مضاد للطائرات، وتموا فهمتني الله معناها اعتقالهم فهمتني. تمكنوا معناها الأعوان بطرقهم فهمتني الخاصة من الإفلات فهمتني. ورئيس المركز فهمتني الله حبوا يذللوه آنذاك، حبوا يذللوه انهم يعملوا له كوضع انا يركع، وباعتباره هو فهمتني الله رئيس المركز ويحمل فهمتني الله معناها القياده ويحمل شعار تونس ويحمل زيها، فرفض. فكان منهم من وقت اللي راوا معناها انه استعصى عليهم اطلقوا عليه فهمتني الله معناها وابل من الرصاص على ساقه، ضربوه وطاح بالطبيعة نهار فهمتني هنا. فهزوه وحطوه فهمتني في السيارة من تالي معناها وهزوه ليبيا، هزوه ليبيا فهمتني. وحبوا يعملوا له وقتها فهمتني لا اعترضتهم دورية أخرى هذه فهمتني لا معناها دورية أخرى معناها افتكوه منهم وهزوه للسبيطار فهمتني لا حبوا يعملوا له عملية جراحية فرفض. وجاء بحذاه السفير اللي هو نهضاوية اسمه فهمتني اللي معناها أو حاجة من نوع نهضاوي، جاء بحذاه وأثناء إطلاق وابل من الرصاص في المستشفى هرب وخليه، هرب وخليه فهمتني اللي معناها. و اتفقوا أنا ذاك فهمتني اللي معناها السلطة فهمتني اللي احتجزوه أنا باش فهمتني لا معناها يرجعوه فهمتني لتونس مقابل فهمتني لا معناها تصريح فهمتني لا المجموعة اللي فهمتني لا معناها شدوهم هم ثلاثة ها هما فهمتني لا موجودين في الوثائق بالاسم بالحرف، واتنشرت قضية فهمتني لا في التحقيق في مدنين دامت 12 سنة. في الآخر الحاكم يقول لي فهمتني راهو ما لقيناهمش، هيك سيبتهم أنت كيفاش ما لقيتهمش؟ سيبتهم فهمتني لا أنا صدرنا بطاقة جلب. ووقتها فهمتني لا ذاك الرئيس المؤقت فهمتني لا جاني لسليانة علي العريض فهمتني أنا ذاك وقت وزير داخلية جاني فهمتني كيف
فهمتي جوا كاك ما راه يطلوا صفوار شنو فهمتني الغاية نتاعهم فهمتني. وفاك الفترة ذيك ساوموا به معناها هذاك رئيس الوزراء البغدادي المحمودي فهمتني، البغدادي المحمودي اللي هو وقتها موقوف له لهنا. ومشينا للسبيطار فهمتني، قعدنا فيه مدة فهمتني معناها مدة 6 أشهر ونحن فهمتني تحت العلاج غادي كيتا. الحق معناها الطب ما قصروش، الطب وقتها فهمتني هذا الدكتور منظر مبارك فهمتني ما قصرش معناها فهمتني معناها حاول يعمل المستحيل باش فهمتني معناها ساقه ترجع فهمتني باقي ما بقى فهمتني من المضحكات انه استدعاني فهمتني معناها الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي استدعاني للقصر، ومشيت للقصر نهارته هو يكرم في جماعة براكة الساحل هبطنا ذاك عماد الدايم ولا شنو، جاب لي فهمتني ورقة صححت فيها وعطوني ورقة فهمت ظننت انه فهمتني معناها شكارة فلوس. فخرجت لبرا فهمتني انا جاه فهمتني بونت كاس ب 500,000. قديش؟ 500 دينار. بونت كاس ب 500 دينار. والحال واللي فاتك اغرب انه الطبيب نتاعو ما يمشي في سيمينار في ملتقى طبي، قال لي خليه يخرج نهارين فهمتني لا يتنفس شوي فهمتني لما السبيطار. ما خلونيش نخرج وقالوا لي تعدل الفاكتيراسيون، تعدى خلص المعلوم فهمتني، تعدى خلص المعلوم الا ما فهمتني الا ما نعرفش وقتها فهمتني الا تدخل امر الحرس، امر الحرس انا ذاك اسمه منتصر الكوحي الله يرحمه باش فهمتني الا معناها خلينا نخرج. اما قال لي تعدى الفاكتيراسيون ادفع 1,800,000 ولا 800 والله ما نعرف فهمتني الا. مش مجاني العلاج معناها؟ ها؟ العلاج مش مجاني معناها؟ قال لي تعدى الفاكتيراسيون وصححت على اوراق حتى مره يكون بلاد تو والله ماني عارف فهمتني انا. انا اللي نطلبه تو ان ولدي فهمتني اللي معناها ما خذاش حقه، دافع الوطن تو تتصوري 4 سيارات رباعية الدفع وفهم فهمتني اللي معناها اسلحه ضد الطيارات جايين في نزهه ما جايين مش يعملوا فهمتني في عمليات فهمت ذاك فهمتني اللي استقبلني فهمتني في وزاره العدل قال لي ايش دخلوا؟ قال لي ايش دخلوا؟ قال لي اش دخلوا؟ فهمتني لا؟ قال لي اش دخلوا؟ فهمتني لا معناها وقتها ما قابلنيش اما فهمتني لا الكاتب نتاعو ولا ما عرفش شكون المستشار قال لي اش دخلوا؟ فهمتني؟ واحد اخر يقول في المكلف العام فهمتني؟ قالت لي كلوف من بعد نجاه فهمتني لا معناها رجلها مستشار في عند زين العابدين وهو في بريطانيا تو فهمتني. انا اللي نطلبه تو من سياده الرئيس من السيد وزير الداخليه السيد امر الحرس الجديد الراي اللي موجود ان معناها يقفوا فهمتني لا معايا وياخذوا لي حق ولدي، ياخذوا لي حق ولدي المادي والمعنوي هذا اللي نطلبه فهمتني له حاليا فهمتني له. عنده عائله مرته بطاله حاولت حتى فهمتني شغلوها الاخر مجازه بطاله فهمتني له معناها نبعث في المكاتب نبعث فهمتني له في العرايض وزارة الداخلية الكل اللي مروا فهمتني له من الثوره فهمتني له الكل قابلته الكل قابلتهم وكل فهمتني يعرفوني فهمتني ما ثم شيء لحد الان. انا اللي نطلبه انه فهمتني لا من خلال فهمتني لا ما انا برمجكم ان فهمتني لا السيد الرئيس يفعل اللي معناها ويقف معنا في الجانب هذا. شكون جاك ساعه من المسؤولين وقتها؟ جاني المرزوقي. جاك الغادي؟ هي جاني في وقتها في الحمله الانتخابيه فهمتني لا معناها نتاعو وقتها فهمتني لا معناها عيط لي باش وعدك؟ ها؟ وعدك؟ قدم لك وعود؟ هي قال لي مش ناخذ معاه وكهو مش ناخذ معاه. وقف معاه؟ لا وقفش معاه. ما جدولين شيرني بعثت لي فهمتني لا معناها كردونه فهمتني لا معناها تعرف طماطم وما نعرف شنو فهمتني لا ومقارونه معناها لا
حديث ما أنا غايب شطرو كما يقولوا فيه. شكون جاك آخر من الأسماء المعروف؟ وقت بن السبيطار فنتين لا جاني أنا علي العري. وزير وقتها؟ وزير داخلية وقت فهمتني؟ وجاني شو اسمه؟ أي وزير الداخلية كيفاش كان موقف معنا وقف معاكم ولا؟ لا شايف أنا سلبي شو فيهاش وقف معايا؟ وقف معايا فهمتني أنا قلت لك جيت نخرج فيه قالوا لي تعدل الفاكتيراسيون صحح في أوراق يحتمل راهي كيم بيليت ولا ما نعرف عليها ما. أنا يعطيك نصحح وهو خارج خير فهمتني أنا؟ شكون آخر؟ جاني هذاك عبد اللطيف المكي وزير الصحة أنا ذاك كيف كيف؟ فهمتني لا؟ فما وعود؟ لا يجوا يطلوا فهمتني لا ويخرجوا. جاني وفد باش ما نكونش فهمتني لا. جاني وفد فهمتني لا يتكون من 70 شخص كار ليبيا رجال اعمال رجال اعمال طب محامين ما نعرف شنو ما نعرف شنو جوني وقالوا لي خلينا فهمتني لا نقنفلوه الموضوع ضاي. نقنفلوها الموضوع ضايع فهمتني لا وقتها فهمتني لا علي العريض ما حبش. اش معناها نقنفلوه؟ معناها نسكروه الموضوع ضايع. علي العريض قال لهم لا فهمتني لا معناها ممكن قالوا فهمتني لا مش يعملوا معايا صلح ما نعرفش وقتها فهمتني لا كار كامله جتني فهمتني لا ليبيين فهمتني لا فهم ضايع شخص اسمه عيسى جليزة هو القائد نتاعها القائد نتاع فهمتني اللي معناها فهمتني في الجيش نتاعها ما نعرفش اجي وقتها جاوني فهمتني علي العريض ما خلانيش وقتها ثم واحد رايد هو فهمتني اللي مات الله يرحمه كان فهمتني اللي معناها فك النقابة فهمتني قال لي راهم فهمتني لا يحبوا معناها يعملوا معاكم صلح في الموضوع لكنه راه وزير الداخلية ما حبش. راه ما حبش شنو الأسباب ما نعرفش. وزير الداخلية أنا ذاك. أنا ذاك علي العريض. فهمتني لا. وأني عامل أنا قضية فهمتني لا معناها أخيرا. عامل قضية فهمتني لا معناها. وين وصلت؟ والله قضية مدنين فهمتني لا معناها تحفظت. تحفظت عند حاكم التحقيق. 12 سنة في الآخر حفظها. وهاك تشوفي فهمتني لا معناها. بالوثائق بالاسم باللم بالكذا سيبهم في الاخر فهمتني قال لي هما لقيناهمش خير توا هم انت سيبتهم كيفاش مش يجلبوا من نجم يبدلوا سماء من نجم فهمتني لا معناها يدخلوا ويخرجوا على تونس باسماء اخرى فهمتني انا كما قلت لك اللي نطلب انه معناها السلطه القائمه الان ممثله في رئيس الدوله وزير الداخليه رئيس الحكومه فهمتني ان امر الحرس أنا ما فهمتني لا يأخذوا لي حق ولدي المادي والمعنوي. أنا عييت فهمتني لا من المحاكم من مشيني فهمتني لا للمحكمة المدنيين مشيت فهمتني لا تطوعوا له بعض من المحامين فهمتني لا ذاك المحامين فهمتني مشوا في الآخر فهمتني لا معناها سلموا ما عادش حاب يمشي. وكو. شكون